اوكي، فانا هستخدم الفيلان 103 عندي دي، اللي هي انا هستخدمها للربط ما بين الديستريبيوتد لوجيكال راوتر وما بين اللوجيكال سويتشز. اوكي، وبعدين اقول له اوكي. خلاص ده هيكون كونكتد طبعا، مش ديسكونكتد. نديله اي بي ادرس هسميه، او هديله 10.103.10.100. السبنت ماسك مش بريفكس 24 بيتس. اللوج ال ام تي يو مش هتفرق هنا، 1500 1600 ده مش فارق. نقول اوكي. ده كده اول انترفيس، ده اللي هو الانترفيس اللي طالع لفوق. انا هرسم رسمه تانية بس بعد ما اخلص الرسمه اللي انا لسه راسمها. اوكي، الانترفيس بقى داون لينكس بقى اللي هي رايحه للان اس اكس جو، ده هيبقى انترنال انترفيس هسميه تو في اكس لان 151. تمام، هيكون كونكتد تو لوجيكال سويتش في اكس لان 151. اوكي، كونكتد طبعا. نديله اي بي ادرس، ده اللي هيبقى الاي بي ادرس ده اللي هو هيبقى الجيت واي للنتورك دي، 10.254. ده 24 بت، مش هنعدل حاجة في ال MTU. عايز اخد دي كوبي عشان ايه مضيعش وقت. اوكي، ونضيف اخر انترفيس دلوقتي، يعني هسميه 2VXLAN 152. ده internal هيكون connected to، طبعا ما ينفعش اعمل اشبك الانترفيس على اكتر من لوجيكال سويتش، هو حويط يعني، يعني اللي انا بستخدمه ما بيظهرش تاني خلاص. اوكي، فده داون لينك، ده internal انترفيس الى لوجيكال سويتش 102. اديله اي بي ادرس 10.152.10.254، وده هيكون 24 بت. اوكي كده تمام، انا عملت الانترفيسز. تمام، طيب الجيت واي رايحه لفين بقى؟ الجيت واي اللي هي رايحه من اللوجيكال راوتر الى بره. الجيت واي بقى ليه جيت واي؟ ليه جيت واي اللي هو رايح للسيسكو ده. فالجيت واي في السيسكو اوكي هتكون 10.103.10.254. الادمنستريتف ديستنس 1. نيكست، كده نراجع وفينش. خلينا نروح نرسم، ارسم لكم نفس الرسمه تاني بالتعديل. هو دلوقتي بيعمل ايه؟ دلوقتي هيعمل ديبلوي للدي ال ار فيرتشوال ماشين، للكنترول فيرتشوال ماشين، ويعمل الكونفيجريشن على الهوستس بالنسبه للدي ال ار اللي احنا انشانا. هنسيب ده كده شغال ونسيبه في الفرن ونروح. خلونا نشوف، ارسم رسمه تاني بس عشان الكل يكون رابط الدنيا معايا مع بعضها. ادي في النص هنا ال دي ال ار. اوكي، وال دي ال ار هنعمل كده خط فاصل ما بين جوه وبره. تحت هنا ال ان اس اكس نتورك، دي ال ار ده لي انترفيسز، الانترفيسز دي بتروح الى اللوجيكال سويتشز. اوكي، انا عندي لوجيكال سويتش اسمه 151، وعندي لوجيكال سويتش تاني اسمه 152. اوكي، عندي هنا حاليا فيرتشوال ماشين واحده كونكتد هنا، وعندي فيرتشوال ماشين تانيه كونكتد على اللوجيكال سويتش التاني. تمام، الجيت وايز للفيرتشوال ماشينز دي اللي هو الاي بي ادرس للانترفيس ده للدي ال ار، الجيت واي هي 10.151.10.254، اسف معلش الخط مش لطيف، و 10.152.10.254. وفي انترفيس، دول انترنال انترفيسز، وفي هنا اكسترنال انترفيس. ده الاكسترنال انترفيس ده اللي رايح الى، رايح لفين بقى هنا كده؟ دي
فيزيكال نتورك في الوضع الحالي، يعني رايح عندي إلى السيسكو سويتش. الانترفيس ده دلوقتي، دي كده فيلان تانية، ده الانترفيس ده احنا الاي بي بتاعه 10.103.10.100، والجيت واي هنا دي ترانزيت، دي ترانزيت فيلان. اوكي، والجيت واي هنا يا سيدي 10 دوت، اللي هو الاي بي ادرس بتاع الراوتر السيسكو، او اوكي او الفيلان يعني السيسكو، الجيت واي هنا دوت 10.254. كده وضحت شوية. طيب دول لوجيكال سويتشز على الديستريبيوتد راوتر، وهنا دي في مجرد في لان بره خالص. تمام كده. فدلوقتي الديستريبيوتد راوتر ده دلوقتي هنا حضراتكم، ده هنا اللي رايح هنا يمين وشمال، ده تفتكروا الايست ويست ترافيك، ويعني ده هنا كده اهو ايست ويست ترافيك، والترافيك بقى اللي طالع لبره ده اللي هو يعتبر، عفوا، يعتبر نورث ترافيك، ده نورث ترافيك. فادي النورث ساوث دايركشن، وادي الايست ويست دايركشن هنا ما بين الفيرتشوال ماشينز وبعضها. اتمنى تكون الصورة دي يعني الشخبطة دي فادتكم. خلاص ننظف بقى الكلام ده. عندنا وقت، تمام. تمام، وبالرجوع إلى الفي سنتر تاني هنلاقي هنا خلاص إن ال دي ال ار الإدج خلاص ديبلويد وشغال، وبقى ليه فيرتشوال ماشين موجودة يا أحبابي. هنا أهو أدي الـ DLR Virtual Machine. خلونا نعمل exploration كده، نستكشف الـ DLR. اوكي، نروح هنا على Edges، عفوا Edges. تمام، أدي هي موجودة، دبل كليك عليها هيدخلنا على الـ DLR configuration. شوف بقى هنا، اوكي ده summary، manage monitor، manage ايه بقى اللي موجود عندنا هنا؟ ده هنا summary، اوكي ده summary لل settings. هنلاقي فيها ايه؟ ال appliance settings بقى، هنلاقي فيها اهو ال size بتاعها compact، نقدر نعدل من هنا اظن changes log، لا ال SSH enabled نقدر نعملها disabling من هنا، ال Edge appliance virtual machines اللي موجودة هي حاليا واحدة، هل أقدر أضيف ال DLR virtual machine كمان عشان ال high availability؟ طبعا ممكن، و enable ال high availability. أدي ال high availability أهي، حاليا ال high availability عندي أنا هنا it's not configured. خلاص لو قلنا هنا، دوسنا هنا على edit، فأقدر enable من خلاله ال high availability، وهو في 15 ثانية بس. هروح بقى أنشئ بعد دي، أنشئ virtual machine تانية من هنا أهو، أنا هضيف نود تانية كمان. تمام. طيب interfaces، دي الانترفيسز اللي احنا أنشأناها، التلاتة هم اللي عندنا، اللي هو الأبلينك اللي رايحة للسيسكو، أنا سميتها تو سيسكو عشان نبقى فاهمين، والداون لينكس اللي هي الانترنال لينكس اللي رايحة على ال NSX فابريك. طيب عايزين نشوف ايه هنا بقى تاني، في فاير وول، في فاير وول لان هو دلوقتي ال دي ال ار زي ما شفنا في الرسمه اياها، للاسف الرسمه راحت. فال دي ال ار بيعتبر بريمتر فاير وول بخلاف الديستريبيوتد فاير وول. الديستريبيوتد فاير وول لسه هنشوفها بعدين. خلاص انا مبدئيا كده الحقيقه يعني انا مش عايز دي بصراحه شغاله، فانا قلت له ستوب، اوكي بابلش. انا مش عايز فاير وول الدي ال ار تكون شغاله يعني. اوكي الراوتينج هنا هو بقى ايه؟ الدايناميك راوتينج ده الجلوبال كونفيجريشن للراوتينج، الاي اس ام بي، الاي اس ام، الاي سي ام بي نوت كونفيجرد لسه. طب الجيت واي بتاعتنا هي اللي احنا عملنا لها كونفيجريشن، اللي هي في راوتر السيسكو، في بروتوكول او اس بي اف، بي جي بي، في طبعا في ستاتيك راوتس كمان، ممكن نستخدم الستاتيك راوتس
راوتينج ريديستريبيوشن، عندنا هنا ايه كمان، ده البريدجينج، ده اللي هو اللاير 2 بريدجينج، هنشوفه في حلقة جاية ان شاء الله. دي اتش سي بي ريلاي، اوكي هنعمل لها كونفيجريشن دي دلوقتي، و الدي ام اس، في دي ان اس كونفيجريشن كمان. ليه ده مش كونفيجرد؟ اديت، اوكي انيبل دي ان اتش دي ان اس سيرفيس، فالدي ان اس سيرفر 1 دي مش اجباريه، لكن خليني انا اعمل لها كونفيجريشن، انا عايزها كونفيجرد يعني دي سيرفيس. طيب هنعمل كونفيجريشن ايه دلوقتي؟ احنا عايزين بقى الفيرتشوال ماشينز بتاعتنا، ادي واحده، خلوني اروح للتانيه كمان عشان بقى نشوف الكلام الجامد بقى. اوكي دي الفيرتشوال ماشين التانية كمان، اوكي دي واحدة وادي واحدة. هنبتدي دلوقتي، طبعا هما لسه عليهم الابيبا اي بي ادرس، احنا عملنا دلوقتي كونفيجريشن لل دي ال ار، عايزين بقى enable الراوتينج. بس انا عايز في خطوة واحدة كده، انت ممكن طبعا تستخدم static IP addresses للفيرتشوال ماشين زي ما انت عايز، او ان انت يبقى عندك معاهم في نفس الرينج هنا يكون في دي اتش سي بي سيرفر، لكن انا هستخدم خاصيه الدي اتش سي بي ريلاي، المفروض ان انتوا عارفين يعني الدي اتش سي بي ريلاي. اوكي وانا عندي دي اتش سي بي سيرفرز موجوده على السيسكو راوتر، الدي اتش سي بي سيرفر عندي هو السيسكو راوتر، فانا هاخد بقى الترافيك من بره اللي جوه للدي اتش سي بي، هروح تاني للايدجز، هكونفيجر الدي اتش سي بي ريلي، دي اتش سي بي ريلاي تحت مانج تحت دي اتش سي بي ريلاي، هنا هكونفيجر ال دي اتش سي بي ريلاي. جلوبال سيتنج، اديت الجلوبال سيتنج هنا، اوكي هنا نحط الاي بي ادرس لل DHCP server. لا هو ما عنديش يعني IP sets، احنا هنحطه manually، فهنقول هو عندي 10.103.10.254، ده ال IP بتاع ال DHCP server عندي. domain names ماشي، نكتب domain name itn.local، جميل جدا خلاص. save، اوكي ال دي اتش سي بي، اوكي جلوبال موديفيكيشنز، اوكي ده هنا مظبوط. طيب ال دي اتش سي بي ريلاي سيرفر اهو، الاي بي ادرس بتاعه اتكتب، الدومين نيم مكتوب. طيب ال دي اتش سي بي ريلاي ايجنت، ايه ريلاي ايجنت ده؟ اللي هو الكلاينت اللي جوه الكلاينت نتورك اللي هتستخدم ال دي اتش سي بي ريلاي، فاقول اد يعني لوجيكال سويتش يعني، اوكي اد DHCP ريلاي، انا هستخدم طبعا من جوه، فهقول ايه VXLAN 101 151، ده الانترفيس اللي جوه، ده اللي ايه هو الايجنت هنا، يعني هيبقى الانترنال انترفيس اللي ال DLR هيسمع عليه لل DHCP requests، فالفيرتشوال ماشين هت request، فانا عايز الانترفيس ده هو اللي يسمع. طيب الديفولت جيت واي هنا هي الديفولت جيت واي دي صح، فاقول له اوكي اد، وبعدين هاد دي اتش سي بي ريلاي ايجنت كمان للانترفيس بقى الثاني رقم 2 101 اللي هو 152 يعني، دي الجيت واي مظبوطه صح، اقول له. طيب بعد انا ما عملت الكونفيجريشن ده هحتاج بقى ان انا اقول له ايه، changes to the DHCP configuration will take effect only after being published، فهضغط هنا على publish او revert لو ان انا عايز ارجع في كلامي، اقول له publish DHCP FQDN not supported in DHCP relay server to distributed logical router. انا عملت هنا ايه، خليني اعدل بلاش ده يعني، بس هو بيتكلم على حاجة تانية خالص، بس خليني اتأكد. تمام كده اشتغل، كده ال DHCP ريلاي شغال. نروح هنا
CLS IP config. هحتاج طبعا ان انا اعمل renew IP config على renew. بسم الله الرحمن الرحيم. قفلنا الفايروول واسمع السيسكو بيغيب شويتين كده، نديله فرصته. يلا يلا. شوف ال virtual machine التانية كمان، CLS IP config على please IP config call renew. هو ال IP أساسا ما بيبقاش معاه يعني مفهوش ريليز ال IP، اديله كده فرصته. بس انا حاسس ان السبب في التأخير ممكن يكون في الستاتيك اي بي ادريسز، ممكن طبعا. طيب خليني اروح. هو غالبا احنا بنتكلم على ستاتيك اي بي راوتينج، وامر طبيعي ما الريكوست هيلف ويرجع تاني. ازاي اروح للراوتر؟ 10.54. enable passwords. خلينا نضيف الأول static routes configuration t، هقول له IP routes route 10.151.10.0.255.55.55 يصير يروح من الانترفيس 10.103.10.100. نعمل هنا غلطة أنا، out لا اسمه IP out صح. IP route 10.151.10.0.255. اوكي خليني اجرب هنا تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام هو اشتغل. شوفوا كان بس ناقصه static IP، اهو اخد IP address من ال DHCP server من الراوتر. لو قلت له دو شو اي بي دي اتش سي بي بايندينج، ده الكوماند اهو، ادي 151 152. لا مفيش 152. اضيف اي بي كونفيج لسه بالابيبا، هضيف راوت كمان، بس هيبقى الاختلاف ان هنا عندي 152. والله اي بي كونفيج بي كونفيج على رينيو. ممتاز اهو، جميل جدا جدا جدا. خلاص يبقى انا كان بس ناقصني انا الستاتيك راوت علشان الدي اتش سي بي يشتغل. هايل زي الفل. طيب خلينا البينج بقى من فين لفين يا شباب، خلينا البينج من هنا لهناك. بينج 10.152.10.1 دي الفيرتشوال ماشين. سوري ده انا بينج على انا بينج على نفسي. لا هنا سي ال اس بينج 10.152.10.1 بتبينج اهي، وهنا دي الفيرتشوال ماشين اللي هي في رينج ال 152، خليها بينج على اختها اللي الناحيه الثانيه 10.152.1. حاجه في منتهى الجمال. طيب كده الراوتينج شغال. طب لو التو فيرتشوال ماشينز على نفس الهوست هيحصل البينج؟ عشان انتوا بس ما بتصدقونيش، انا هجيب لكم الفيرتشوال ماشينز دي على هوست واحد.
وهقطع عليهم المية والنور. الأول خلينا بينج 4.2.2.2. طيب دلوقتي ال virtual machine قادرة تبينج الإنترنت. خلينا بينج كده ال DNS trace RT ال internal DNS اللي عندي. اوكي انا trace RT HD 101.10.50 شوفوا كده. اه التريس راوت مشيت اهي، خرجت من الجيت واي اللي هي 151 اللي هي اللي هو الانترفيس في الدي ال ار، خرج للجيت واي اللي بعدها اللي هي السيسكو اللي هي الفي لان جيت واي، وراح الى الدي ان اس سيرفر عندي اللي هو في 151. خلونا نوقف القصة دي. بينج داش تي 10.101.10.50. انا عايز بينج داش تي 10.101.10.50. اوكي انا عايز اوقف الترافيك اللي طالع بره، وخليني الاول اجيب لكم الفيرتشوال ماشينز دي موجودة على ASXi host رقم 3، والفيرتشوال ماشين رقم 1 موجود على ASXi host رقم 1. لا خليني اجيب كل دول كده مع بعض على رقم host رقم 3. اوكي change the compute only، بس انا عاوز اقفل ال network. تمام هوقف ال DRS لحظة، DRS عشان بس ايه ما يحصلش ان الهوست يرجع تاني، ان الفيرتشوال ماشين ترجع تاني يعني. فانا هوقف بس مؤقتا ال DRS خلاص. دلوقتي اهو الهوست رقم 1 VMs الهوست رقم 3 اهو، هوست رقم 3 عليه الفيرتشوال ماشين رقم 1 والفيرتشوال ماشين رقم 2. اوكي ده عادي عشان دي اتنقلت. البينج ده رايح فين؟ ده اللي خارج بره. لا خليني افصل بقى النتورك عن ال DLR عشان بس ايه تفتكروش، عشان يعني اثبت لكم ان الراوتينج هو هيظبط ان شاء الله. settings interfaces interfaces interface اللي هو to Cisco والedit. هقول هنا connected to كذا، انا عايز disconnect بس ما في disconnect اهي. disconnect yes. طب كده دلوقتي الانترفيس اللي هو رايح للسيسكو uplink ده دلوقتي هو disconnected. عايز كده اتاكد من الراوتينج. اه شايفين يا شباب الراوتينج من الفيرتشوال ماشين الى الدي ان اس بره وقعت. طب خليني اجرب كده بقى بينج على الفيرتشوال ماشين الثانيه اللي هي 250. اوريكم الاول الاي بي عشان ايه تقولش ان انا بضحك عليكم. دي في 151 ها، عايز ابينج منها الى 10.152.10.1 وادي البينج شغال من 10.151 اهو، نعمل زوم اهو من 10.151 الى 10.152، والتو فيرتشوال ماشينز يا جماعه على نفس الهوست. اثبت لكم تاني ان هم على نفس الهوست، فدي اكبر مميزات ال NSX اهو. طب نروح الفيرتشوال ماشين الثانيه. الفيرتشوال ماشين الثانيه هل هي قادره تبينج ال DNS؟ 50 برضه لا. طيب نبينج الاي بي ادرس بتاعها كام؟ كذا 152 بينج 10.151.10.1 الفيرتشوال ماشين الثاني شغال اهو. نقول له تريس راوت داش تي 10.151.10.1 نشوف بتمشي منين. خرجت من ال دي ال ار جيت واي. الجيت واي دي يا جماعه دي بتاعه الديستريبيوتد لوجيكال راوتر، هو ديستريبيوتد. فالجيت واي دي موجوده على اس اكس اي 1 و2 و3 وكل الاس اكس اي هوستس اللي تابعين للدي ال ار. انت اظن كده يعني الكلام واضح. نرجع طيب تاني البتاع اللي انا قطعته ده.
خلينا نبينج على ده تاني، البينج على على بره الدي ان اس اللي هو مش شغال. طيب اروح على الادجز اللي هو الدي ال ار كنترول فيرتشوال ماشين مانج انترفيسز، الانترفيس اللي انا قطعت عنه المايه والنور. اوكي كونكت كونكت لو سمحت، كونكتينج كونكتينج، الحمد لله جميل. طيب احنا كده يا جماعة الخير عملنا كل اللي في الليستة دي الحمد لله رب العالمين. اتمنى يكون الموضوع مفيد وشاق كده. احنا يعني خلصنا قطعنا شوط كبير هنا، يعني احنا خلصنا configuring preparation، خلصنا creation logical switches، خلصنا deployment لل DLR. في الحلقة اللي جاية ان شاء الله هعمل layer 2 bridging. انا الحقيقة تعبت شوية يعني، عايز اروح العب بلاي ستيشن بقى. ف اشكركم واشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله. السلام عليكم.